السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة سهل شوية لكن بيدور حواليه أسئلة كتير، بس أنا هحاول النهاردة أبسط الموضوع لكل الناس. هنتكلم النهاردة عن الضعف الجنسي والبرود الجنسي، عند مين؟ عند الرجالة ولا السيدات؟ أنا هقسم الموضوع لفيديوهين، الفيديو الأول هيكون عن السيدات والفيديو اللي جاي إن شاء الله هيكون عن الرجالة. طيب ليه بنتكلم عن السيدات والرجاله؟ ده لان وانا بحضر موضوع الحلقه اللي هو سيكشوال ديسفانكشن اكتشفت ان بنسبه 34% الضعف الجنسي اكتر عند السيدات ل 31% عند الرجاله. طيب ليه الناس ما بتتكلمش او ليه الناس بتتكسف تسال الدكاتره عن الموضوع ده؟ هرجع وافتكر الناس اللي اتفرجت على فيلم قديم زمان بتاع عادل امام اللي هو النوم في العسل، لما عادل امام نزل تحت وكان في خناقه وبدا يسال الناس، الناس كلها بدات تنكر، لان احنا في مجتمعاتنا الناس كلها بتتكسف او خايف انها تتكلم في موضوع زي ده، فاحنا هنسهله عشان الناس تبقى عارفه ومن غير ما تسال وايه اللي ممكن تستخدمه. فخليكم معايا لنهايه الحلقه لانها هتكون من الحلقات المهمه والمفيده جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش لايك للفيديو عشان اليوتيوب يقترح الفيديو ده لغيرك ويستفيد منه، ولو انت جديد هنا اهلا وسهلا بيك، ما تنساش اشترك في القناه وفعلوا علامه الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول. وكالعاده لو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبولي تحت في الكومنتس وانا هجاوبكم عليه. طيب قبل ما اتكلم عن تصنيف الضعف الجنسي حابب اتكلم الاول عن ثلاث هرمونات مهمين جدا لازم تبقوا عارفينهم. ايه هم الثلاث هرمونات دول؟ الهرمون الاول هو هرمون الاستروجين، وده الهرمون الانثوي المسؤول عن كل حاجه. الهرمون ده وظيفته انه بيزود الافرازات، فلما بيزود الافرازات ده بيبدا يخلي الامور طبيعيه. وده ليه؟ ده لان بيزيد تدفق الدم، ولما يزيد تدفق الدم بتزيد الافرازات وبالتالي الرغبه بتبقى موجوده. طيب الهرمون الثاني هو هرمون البروجسترون، وزي ما احنا عارفين ان هرمون البروجسترون ان هو بيزيد في وقت التبويض، بيزيد بشكل كبير في وقت التبويض، وهو ده اللي بيثبت الحمل. الهرمون ده لما بيزيد بشكل كبير بيبدا يدي للست كده سيجنالز اللي هو اي فيل هابي، هو هرمون بنسميه اي فيل هابي او انا حاسس ان انا سعيد. طيب الهرمون الثالث ده مفاجاه، هو هرمون التستوستيرون، ده هرمون الذكوره. ايه اللي جابه عند السيدات؟ هتتفاجئ معايا لو قلت لك ان هو هرمون اساسي عند الستات، وهو بيفرز من المبايض ودوره في العمليه الجنسيه قوي جدا، لان هو لما بيقل عن المستويات الطبيعيه ده بيقلل بشكل كبير الرغبه الجنسيه. طيب ازاي؟ هرمون التستوستيرون لما بيقل عن معدله بيعمل اختلال في الهرمونات، في البالانس ما بين هرمون الاستروجين وهرمون البروجسترون، دي اول حاجه، وبيقلل كتير موضوع الافرازات وبالتالي بيأثر على موضوع الرغبه الجنسيه، وبيأثر كمان على موضوع النشوه الجنسيه. وده اللي هيخلينا نبدا نفسر موضوع الضعف الجنسي عند السيدات، بينقسم لثلاث حاجات. اول حاجه هو ممكن تكون انعدام الرغبه او انعدام النشوه او الالام اثناء الجماع. طب ايه الفرق ما بين كل واحد او ايه اسباب كل واحد؟ انعدام الرغبه اتكلمنا فيه انه ممكن يكون اختلال في الهرمونات، او ممكن يكون في هرمون مهم جدا بيعمل الاختلال ده، وهو هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن لما بيزيد بيقلل الرغبه عن طريق ان هو بيقلل او بيمنع هرمون الدوبامين اللي هو مسؤول عن الرغبه الجنسيه. طيب الناس اللي عندهم ثيروكسين او الناس اللي عندهم اختلال في هرمونات الغده الدرقيه ده كمان بيقلل كتير من موضوع الرغبه. والناس اللي عايزه تبقى حامل، الست اللي عايزه تبقى حامل او الست بعد الحمل او في فتره الرضاعه، ده كمان بيعمل انعدام للموضوع ده. والناس اللي بياخدوا كرونيك ميديكيشن زي الناس اللي عندهم سكر او السكر دايما مش متظبط، هيبقى عندهم اختلال في موضوع الرغبه. والستات اللي بتعاني من جفاف مستمر ده بيعدم موضوع الرغبه، وده اللي اتكلمنا فيه لان هرمون الاستروجين بيكون قليل. هرمون الاستروجين بيكون قليل ده كمان بيخليك تفكر ان الناس بعد سن الياس الرغبه بتقل كتير، لان هرمون الاستروجين بيقل بشكل كبير جدا بعد سن الياس، وكمان الخوف او الاسترس كل ده بيأثر على موضوع الرغبة. طيب نيجي نتكلم في الموضوع التاني اللي هو موضوع النشوة، ده بيأثر فيه حاجتين. أول حاجة هو موضوع الإحساس بالندم والعامل النفسي والستريس فاكتورز كلها بتأثر عليه. وتاني حاجة لو أنت بتتعالج من أمراض مزمنة زي مرض السكر أو مرض الضغط، الأمراض دي بتأثر بشكل كبير في الموضوع ده. والحاجة التالتة آلام الجماع، كلنا عارفين أسبابها، بتكون الجفاف أو التهاب المبايض والأمراض المزمنة. برضو غالبا الناس اللي بيبقى عندهم سكر بيبقى عندهم جفاف، فتلاقيه مرتبط بشكل كبير بكل الحاجات اللي إحنا قلناها. طيب دلوقتي إحنا عرفنا إيه الأسباب وعرفنا إيه دور الهرمونات في الموضوع ده. يجي بقى سؤال مهم جدا، لو حصلت إثارة بشكل من الأشكال سواء عن طريق اللمس أو عن طريق التفكير، إيه اللي بيحصل في جسمنا ساعتها؟ بتحصل معادلة كيميائية كده في جسم الإنسان عن طريق إنها بتحول حاجة اسمها الـ أرجينين بيتحول لحاجة اسمها الناتريك أوكسيد، والناتريك أوكسيد ده ببساطة اللي هو مسؤول عن تدفق الدم، ولما بيزيد تدفق الدم تبدأ تزيد الإفرازات وبالتالي العملية كلها بتتحسن بعد الإثارة.
ومن حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان النيتريك اكسيد مفعوله مش بيستمر لفترة طويلة. ليه؟ لان في انزيم اللي هو الفوسفودايستريز بيجي وبيكسره. ايه يا دكتور انت كده لخبطتنا، هو انت بتتكلم عن الرجالة ولا الستات؟ هقولك انا بتكلم عن الاثنين، لان العملية دي بتحصل عند الرجالة وعند الستات، ان النيتريك اكسيد موجود هنا وموجود هنا. طيب ايه الحلول او العلاج؟ طبعا كلنا سمعنا عن البينك فياجرا، واكيد الناس عارفه عن الفياجرا الزرقاء العاديه. طيب في حاجه زيها اسمها بينك فياجرا. العلماء بقى اكتشفوا ان الستات لما بتستخدم الفياجرا بتركيز 100 ملي جرام لفتره قصيره بيدي نفس التاثير اللي بيبقى عند الرجاله. لان هو بيعمل ايه؟ لان هو بيمنع الانزيم اللي بيكسر النيتريك اوكسيد، وبالتالي النيتريك اوكسيد بيبقى موجود وبيحصل تدفق للدم للاماكن الحساسه وبتحصل الافرازات، وده بيشتغل على الرغبه والنشوه وبيقلل الام الجماع. طيب الافضل لو انا عايز البيست ريزلت او افضل نتيجة استخدم ايه؟ احنا ممكن نستخدم السيالس تركيز 5 ميلي جرام بس، استخدمها بشكل يومي، يعني حباية كل يوم على مدار 40 يوم. ده بيديك تأثير حلو جدا، بس يفضل انك تستخدمها في نفس التوقيت كل يوم. طيب لو انا اكتشفت ان عندي المشكلة دي من نقص هرمون التستوستيرون، ممكن استخدم حاجة زي التستوستيرون باتشز. لكن التستوستيرون باتشز ممكن يكون لها بعض الاثار الجانبية، زي انها بتضخم الصوت او ممكن تؤدي لنمو الشعر في اماكن غير مرغوب فيها. فعشان كده بيجي دور المكملات الغذائية واللي موجودة في السوق، حاجة زي ايزوتست. الايزوتست ده بيعمل ايه؟ كل دور ان هو بيحول التستوستيرون اللي مش اكتف اللي متخزن عندك في الجسم يبدا يحول التستوستيرون اكتف. وممكن كمان استخدم الحاجات اللي هي السبلمنت. زي ايه؟ مش هتكلم عن براند معين او شركه معينه، بس هقولك على حاجات اللي تدور عليها. اول حاجه لازم تدور عليها هو ال ارجينين بتركيز كبير. لما ال ارجينين بتركيز كبير ده بيبدا بيحسن البرودكشن بتاع ايه؟ بتاع النيتريك اوكسيد. ولو البرودكشن بتاع النيتريك اوكسيد زاد المشكله كلها هتتحل. طيب عندي ايه تاني؟ الجينسنج. كلنا عارفين ان الجينسنج بيديك الطاقه وبيزود الفيرتاليتي او الخصوبه، بس اكتشفوا ان في دور مهم جدا للجينسنج مع ال ارجينين. الجينسنج بيعمل ايه؟ بيمسك ال ارجينين ويروح مدخله المحرقه، وفي الاخر يطلع لك نيتريك اوكسيد. والحاجه الثالثه هي الجينكو بلوبا. الجينكو بلوبا بتزود من تدفق الدم، وبالتالي بتزيد الافرازات، وبالتالي معظم المشاكل بتتحل. طيب اخر حاجه في علاجنا النهارده الحاجات اللي بتستخدم موضعي، يعني اما كريم او سبراي على المنطقه نفسها. ومن اشهر الحاجات دي حاجه اسمها في سينس. كريم الفي سينس هو عباره عن منتجات طبيعيه، يعني اعشاب طبيعيه. فكرته كلها مبنيه على ان هو بعد ما نستخدمه لمده 5 دقائق بتعمل له مساج، والمساج بالكريم ده بيزود من تدفق الدم للمنطقه دي. ولما تدفق الدم بيزيد ايه اللي بيحصل؟ بتزيد الافرازات، وبالتالي معظم المشاكل بتتحل. في النهايه الموضوع يعتبر سهل، الفكره كلها مبنيه على التوازن ما بين الهرمونات وتدفق الدم، وان الدوره الدمويه تبقى كويسه، وبالتالي تزيد الافرازات والامور كلها تتظبط. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الضعف الجنسي عند الرجال وعلاج ضعف الانتصاب وسرعه القصف. فلو مهتم اشترك في القناه وفعل علامه الجرس عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش طبعا تدعمني بلايك للفيديو. كان معكم دكتور ضياء الدين، واشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.